صباح الخير للجميع. نهار اليوم تسود أحوال جوية غير مستقرة في أغلب مناطق المملكة، تطل زخات من الأمطار تكون رعدية الطابع، عشوائية ومتفرقة أيضا خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، مع تراجع قليل في شدة الأحوال الجوية الحارة التي عشناها خلال يوم أمس. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس غائم جزئي مع احتمال لأمطار خفيفة، تكون 31 درجة مئوية كحرارة، أما الملموسة 29، الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد أحوال جوية غير مستقرة 32 إلى 20، عجلون 30 إلى 21، جرش 33 إلى 23، والمفرق 33 إلى 21، مع أحوال جوية غير مستقرة وفرصة لهطول زخات رعدية متفرقة. المنطقة الوسطى أيضا أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات متفرقة وعشوائية الطابع. الزرقاء 34 إلى 24، عمان 31 إلى 21، البلقاء 31 إلى 22، مأدبة 32 إلى 22، والبحر الميت 38 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. الكرك 32 إلى 22، الطفيلة 31 إلى 20، الشوبك 29 إلى 18، معان 32 إلى 20، والعقبة فرصة لزخات رعدية من الأمطار، وأتربة مثارة مع 41 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق، تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. الأزرق 36 إلى 24، الصفاوي 35 إلى 22، ورويشد 36 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.